بايتين يمزولو فارق صحو زمير بايتين يمزولو فارق صحو زمير هاي كادو تفجالي ونرضينا يتفلا الموت انا يجي انا مالو انا محمد الخولاني صحفي مهني بطبيعة الحال ومنسق إعلامي أو المسؤول على إعلام والتواصل في الدورة الخامسة لمهرجان إفران الدولي. بالنسبة للمهرجان غنقول لكم جا في واحد الظروف رغم الإكراهات رغم كذلك، ولكن بالنسبة لي غنقولها من الأول أن المنظمين ربحوا الرهان إيزون غاني لو باري، لأنه باش توجد المهرجان في واحد الظرف وجيز ويحقق هذه النتائج ويحقق هذا الاقبال الكبير ناجح بكل المقاييس بشهادات اولا الجمهور وبشهادات الجميع. المهرجان كما شاهدتوا طيله هذه خمسه ايام راه لاحظتوا الاقبال الكبير المتزايد ديال الجمهور وديال المتتبعين له، وشفتوا حتى على وسائل الاعلام كذلك الاقبال والتغطيه كيفاش كانت. ومن هذا المنبر كنشكروا رجال الصحافه اللي تعبوا واللي واكبوا الانشطه ديال المهرجان طيله هذه الايام هذه واللي فعلا كانوا في المستوى الرائع. المهرجان كما شفتوا كانت سهرات فنيه، ولكن في نفس الوقت كان هناك انشطه على هامش المهرجان. بين هذه الانشطه كذلك كانت مسابقات او دوريات في كره القدم، في كره السله، العاب القوى، الرمايه الى اخره. وتميز هذه الدوره او تميز الدوره الخامسه بتكريم واحد المجموعه ديال الفعاليات، واحد المجموعه ديال المتمدرسين اللي هما حققوا نتائج تميز او حققوا واحد النتائج في الدراسه ديالهم، وفي نفس الوقت تكريم ديال واحد المجموعه ديال الفعاليات اللي منهم تلفزيون مثلا، منهم بعض اللي حققوا نتائج ايجابيه على مستوى. بطبيعه الحال هذا الفضل بطبيعه الحال كيرجع للمنظمين، ومن هذا المنبر كذلك كنشكروا رجال الامن، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، رجال السلطه الى اخره، وتحيه كبيره كذلك لرجال المهنه المتاعب الصحافه اللي كواكبات رغم التعب رغم الظروف هذا اللي ماشي كل شيء موجد، ولكن استطاعوا انهم يواكبوا هذه الانشطه كلها ويديروا واحد التغطيه اعلاميه رائعه وبامتياز ان شاء الله اكثر. نعطيكم النسبه البارح ما يفوق 120 الف متفرج، صور دخلات ما يفوق 200 الف سياره، 1000 سياره تدخل في النهار ودير فيها غير جوج الناس، راه هذا البارح راه كانت ما يفوق 120 الف متفرج رغم ان المكان ضيق وراه كاين الناس اللي ما كي بعاد الى غير ذلك. زعما هذه شنقول لك، المهرجان بنجاحه بكل المقاييس كان ناجحا بالفضل ديال المنظمين، بالفضل ديال رجال الصحافه، ديال رجال السلطه، ديال الجمعيه كذلك، وكذلك الجمهور اللي كان رائع ونقي، والحمد لله ما تسجلت حتى شي حاجه، يعني ما تسجلت ما يعيب هذا المهرجان مثلا شي فوضى ولا شي حاجه، كان هناك امن امان الى غير ديك الناس راك شفتهم كيواقفين عاديين، كلشي كيتفرج، كلشي كيشاد، والحمد لله كلشي موجود. وطبيعة الحال عنده واحد لامباكت، المهرجان عنده واحد لامباكت على المجال الاقتصادي، المجال السياحي، وكان تميز، نسيت هذه، هي الدورة الخامسة تميزت كذلك بندوة اللي كهي لأن المهرجان خدا كشعار الغابة إرث وطني. كنعرفوا بأن الغابة
ماشي غير حنا اللي كنستافدوا منها حاليا، ولكن هي ملك للاجيال القادمه، راه ماشي ديالنا بوحدنا، راه حتى ديال الاجيال القادمه. من هنا كذلك وجب التحسيس والتوعيه باهميه الحفاظ على الموروث الغابوي، والحمد لله الندوه كانت كذلك رشوها اللي عرفت بما يزخر به الاقليم من انواع ديال الاشجار ومن غابه اللي ما موجوداش في عالم اخر في دول اخرى. مثلا ملي كنجيو للارز كنلقاو المغرب راه هو الاول تقريبا فيما يتعلق بواحد الشجره ديال الارز. اذا شكرا لكم. لكم انا من مدينه افران، اليوم جيت نتفرج مهرجان افران اللي بصراحه كيدوز واعر، وانا فرحانه حيت متواجده هنايا في افران وكنحضر في المهرجانات ديالو اللي كيدايرين. بصراحه انا المهرجان اللي داروا هذا العام مختلف على الاعوام الاخرين اللي بصراحه دوزنا احسن اوقات مع بصراحه المغني اللي جابوه بصراحه عجبوني بزاف وانا فرحانه، وبالخصوص اليوم جابوا ناس اللي بصراحه ديجا كنا كنتفرجوا فيهم. مدينه افران ابراهيم اللي بصراحه انا كنت ساين باش نتفرج فيه، ديجا تفرجت فيه وعجبوني، عجبني الاغاني ديالو. شكون اللي جابو؟ بصراحه انا فرحانه اليوم حيت متواجده في مهرجان افران. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.